مرحبا بكم أحبائي المشاهدين من الفضائية الآرامية، نرحب بكم أجمل ترحيب، وسلام الرب يسوع المسيح يكون معكم في هذه الليلة اللي راح نجتمع كلتنا باسم الرب يسوع المسيح، ومتأكدين هو راح يكون معنا يقودنا. وحلقتنا لهذا اليوم من نساء من الكتاب المقدس حول حواء، ومعايا في الاستوديو قبل ما نبدي أريد أرحب بضيوف البرنامج الأخت نضال شلال. أهلا وسهلا بك يا أخت نضال. والأخت أحلام، أهلا وسهلا بك يا أخت أحلام، ربي يبارككم. ومثل ما قلنا أنه اليوم راح نتكلم حول وحدة من شخصيات من الكتاب المقدس حول حواء وتجربة الشيطان لحواء، وراح نتكلم أنه شلون انجذبت أو يعني شلون فشلت في التجربة. نعم. ولماذا فشلت حواء في التجربة، وإحنا شنو الدروس اللي نستقيها أنه من نجرب شلون ما نفشل بالتجربة وش نسوي. راح قبل ما نبدي ممكن أخت أحلام تقودينا بكلمة صلاة. آمين. تفضلي. نشكرك يا رب، نعظم اسمك يا رب في هذا المساء، نشكرك يا رب على عظيم عملك وصنيعك فينا يا سيد، نشكرك يا رب لأن يا رب أنت إله استخدام يا سيد، تستخدم عبيدك يا رب في كل حين وفي كل وقت، وتعطي مجد يا رب لإسمك الكريم فينا يا سيد. نشكرك يا رب لهذا المساء المبارك يا سيد الذي جمعتنا يا رب تحت رايتك وتحت اسمك الكريم يا سيد، اسم الرب يسوع المسيح المخلص يا سيد. نشكرك يا رب لأن أعطيتنا نعمة الخدمة يا سيد، نبارك يا رب بهذا المساء، نسألك بركة خاصة يا سيد على هذا البرنامج في هذا المساء، وعلى كل مشاهد ومشاهدة يا رب تسمع يا رب وتسمع لكلمتك يا سيد. باركنا باسم الرب يسوع المسيح يا رب، بارك الآرامية وبارك كل من يعمل فيها وكل من يا رب تستخدمه لمجد اسمك يا رب، واعطينا يا رب نعمة خاصة وبركة خاصة يا رب أنه نأخذ دروس مباركة يا رب من كلمتك يا سيد لأنفسنا يا رب ولكل مشاهدينا يا رب. نشكرك أيها الخروف المذبوح من أجل آثامنا وخطايانا يا سيد، ارتضيت أن تعلق على الصليب يا سيد لنتهر إبليس يا رب بقوة اسمك وبقوتك المباركة يا سيد. نشكرك أيها الأسد يا سيد المنتصر يا سيد لأن أعطيتنا بقوة قيامتك، قوة القيامة يا سيد، تجعل فينا أسودا يا سيد تعلن يا رب مجد اسمك. باركنا يا رب وهيمن على هذا الاجتماع يا سيد، واعطي نصرة وغلبة في اسمك يا رب لكل متكلم ولكل سامع يا سيد. أمين. باسم حبيبك وحبيبنا نسألك ونشكرك، ولاسمك نعطي كل الكرامة وكل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. 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 شكرا أخت أحلام. أحبائي المشاهدين، بس كمقدمة أو كشيء نفتتح الحلقة هذه، كثير من عندنا الله يؤمننا على أشياء كثيرة، ومرات نفشل في الأمانة اللي ينطينا الله، هذه الأمانة نفشل بها، وهذا الفشل قد يؤدي إلى خسارة. فما هو شعورنا من نؤمن على أشياء ثمينة، على أشياء كثيرة في حياتنا، وبعدين إحنا نفشل في هذه الأمانة، وهذا الفشل يقود إلى خسارة؟ يعني مثلا إذا في العلاقة الزوجية، إذا في تربية الأولاد، إذا مثلا الرب انطاننا مثلا بركات بالبزنس وإحنا فشلنا وخسرنا، فش راح يكون شعورنا؟ هل نشعر بالذنب، بالإحباط، بالفشل؟ وهل نذب اللوم على الآخرين، نذب اللوم على الرب؟ ايش راح يكون موقفنا؟ هنا اليوم راح نتكلم حول حواء وشون فشلت بالشيء الرب كان منطيهم حتى يعيشون في جنة عدن وحتى ياخذون بركات الجنة، وفشلت بالتجربة، وشنو الدروس اللي راح احنا نستقيها من فشل حواء، وهل اكو فد منفذ لفشل؟ يعني من نفشل هل ممكن انه نعود مرة ثانية ومرتلخ نبدي حياة جديدة؟ لو ها هي فشلنا وماكو أي أمل أو ماكو أي باب،
فراح نناقش هذا الموضوع. احب من عندكم انه بعد شويه ترفعون سماعه التليفون، شاركونا براي، بفكره، باي اقتراح، باي مداخله حول الموضوع، اذا عندك صلات ايضا، واحنا راح نناقش الموضوع. نحب مداخلاتكم، وخصوصا النساء اذا موجودين الى هسه قاعدين، نحب مداخلاتكم ايضا. خلي نبدي اخت نضال بالقراءه. طبعا هي في سفر التكوين الاصحاح الثاني، ممكن تقرين اول كم عدد؟ احنا طبعا ما راح نقرا كل الاشياء، يعني ولو العدد في تكوين الاصحاح الثاني والثالث، هي اكثر شيء موجوده هاي القصه، بس ما راح نقرا كلها. تفضلي اخت نضال. سفر التكوين الاصحاح الثاني عدد 15 الى 18. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. آمين آمين آمين. اوكي، وانا انت يمكن قريتي الى الاصحاح 18 الى 18. انا راح اقرا من الاصحاح الثالث اللي هو فشل او سقوط الانسان. راح اقرا من العدد الاول شلون الحيه جربت حواء: وكانت الحيه احيل جميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله. فقالت للمراه: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منها ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم إنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وإنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكلا، فانفتحت أعينهما وعلما إنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. آمين آمين. نقرأ من العدد الثامن: وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب الريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجرة الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت: المرأة الحية أغرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثرين إكثارا أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى التراب تعود. آمين آمين آمين. يعني هنا راح نناقش شوية، نشوف أخت أحلام أنه في الإصحاح الثالث اللي قريته يقول: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية. طبعا الحية هي تمثل الشيطان وإبليس. نشوف الحية شون اجتي على حواء، وبعدين الحديث اللي صار بين حواء وبين الحية. فنشوف هل
الشيطان الاستراتيجية معينة حتى من يجرب الناس، وشن هي استراتيجيته، وشون نعمل يعني. خلي نناقش أول مرة أنه هل عنده استراتيجية معينة، هل لو بس يعني بدون تخطيط وبدون أي شيء يروح على أي شخص أو أي مكان ما، لو عنده تنظيم وعنده استراتيجية معينة بحيث يمشي بها أو مثلا ينفذ الخطة مالته. تفضل يا أخت نضال. أوكي، هو من أكو معركة، من أكو حرب، العدو والطرف الثاني اثنيناتهم عندهم استراتيجية، لأنه المفروض أنه يريدون ينجحون بالخطة مالتهم. إذا ماكو خطة راح يفشلون بحياتهم، يفشلون بالمهمة اللي على عاتقهم. سو هو من إبليس يريد يتغلب على حواء أو على البشرية، لابد وأنه عنده خطة، عنده استراتيجية معينة ينفذها. نعم. يعني ما يجي عشوائي. شنو هي قسم من الاستراتيجية اللي هنا الحية استعملتها حتى تجرب وحتى تنجح في هذه التجربة؟ أوكي. نشوف أنه الحية استخدمت الوقت المعين المؤاتي إلها، اللي كانت حواء بحدها، ما كانت حواء مع آدم. أوكي. وقت ما جت عليها. نعم، إذا هنا نشوف أنه واحدة من الاستراتيجيات اللي استعملتها الحية. نعم. أو الشيطان، أنه راحت أولا على الشخص، على المرأة وحدها. نعم. يعني ما راحت من كانوا اثنيناتهم موجودين، لأنه على اساس من يكون واحد وحده يكون اضعف مما مثلا يكونوا اثنين او مجموعه في يعني من أكيد. يكون اني اتاك. خايفة يعني لمن الحيه مثل ما قرينا هسه احيا الجميع الحيوانات. فالحيه نلاحظ انه لمن دخلت على حواء، الرجل هو راس المراه والمسيح هو راس الرجل. فلما حواء الحية اختارت الوقت المناسب والمكان المناسب، حواء من غير رجلها تنظر إلى إيش؟ تنظر إلى الجنة، بهجة للعيون، كل شيء متاح، شهوة العيون، تعظم المعيشة. فدخلت الحية، دخلت من هذا المكان إلى حواء، شككتها بكلمة الله. نعم. وبحب الله. إذن هاي استراتيجية أخرى، أنه يشوفون أنه شنو هي، شنو المكان أو شنو الثغرة اللي ممكن الشيطان يدخل بيها. يعني إذا مثلا هنا تقولين شككتها بكلام الله، يعني تخلق الشك. فإذا الشيطان من يدخل بين الرجل والمرأة يخلي الشك يدخل بين العلاقة، ومن أكو الشك بعدين العلاقة شوية شوية تخرب. فهذه واحدة من الاستراتيجيات. تفضلي. نعم. فلما نلاحظ أنه شككت أقل، أحقا قال لكم الله بأن لا تأكلوا من كل الشجر؟ قالت أنه الله ما قال من كل الشجر، قال من شجر معرفة الخير والشر. فقالت حواء، قال لا تأكل من شجرة معرفة الخير والشر ولا تمساها. ردت حواء مثل أسلوب الحية، أسلوب تجاوبت مع أسلوب الشيطان. نعم. فأزادت على كلمة الله لا تمساه، الرب ما قال لا تمساه. نعم. قال لا تأكله. نعم. وهون نشوف لاحظ أنه لما نكون من دون غطاء روحي، حواء تقدمت ونظرت إلى الجنة، مع العلم أنه الله أنطاها هذا الشيء، الله أنطاه أنه تكون في الجنة، كل شيء متاح لها، كل شيء تحت سيطرتها، حتى الحيوانات، الأشجار، أي شيء، ما عدا شجرة معرفة الخير والشر قال لا تأكل منها. نعم. فحواء هون زادت على كلمة الله لا تمساها. وشيء ثاني أنه موجودة شجرة الحياة اللي هي ترمز للرب يسوع المسيح وسط الجنة. أوكي، خلي نركز أنه استراتيجية الشيطان. نعم. لأن هاي تمسنا وتمس تمس إحنا علاقاتنا وشون اليومية. وشون الشيطان. يعني إحنا إذا نعرف شنو هي استراتيجية الشيطان في الوصول إلى غايته وإلى هدفه، سواء في العلاقة الزوجية، سواء في إحباط معنوياتنا، سواء في تشكيكنا حتى بكلمة الله. نعم. ومثلا الكثيرين
انه يجون يناقشون ويجون يعني يريدون يفتهمون مثلا الشيء المكتوب بالكتاب المقدس حرفيا لوجيكلي حسب ما هم يقتنعون. هاي هم من التشكيك، فيشككنا الشيطان في كل شيء، وهاي وحده من الاستراتيجيات اللي يستخدمها الشيطان. يعني اشوف هنا انه شلون الشيطان استعمل قلل العاقبة عواقب يعني قلل تأثير العاقبة في عدم إطاعة الله، قال لهم أنه لن تموت، حرف يعني كلمة الرأى حرفها، وأيضا أنه العاقبة يعني الله يقول اللي ما يطيع كلمتي واللي ما يؤمن برب يسوع المسيح أكو punishment، أكو يعني العواقب. فقد يجي الشيطان من هالاستراتيجية أنه يقول لنا أنه منو قال هالشي ونو ماكو هالشي ما راح يصير، فإنه دي يقلل من شدة العقاب، وهذا فالشي أنه يخرز في عقلنا وبعدين يخفف هالشي. من يخفف هالشي ذات ميس أنه يعني ممكن انه نعيش حياتنا مثل ما نريد، ممكن انه يعني ما نطبق الكتاب المقدس مثل ما يريد الرب يسوع المسيح. بس اخت هيفاء يعني كلامك صحيح، بس في اي وقت يدخل الشيطان لحياه الانسان ويحاول انه يخرب؟ لما الانسان يكون بعيد عن الله، بعيد روحيا، بعيد عن معرفه الكتاب المقدس، عن كلمه الله، هل هي حق؟ هل عندي علاقه شخصيه مع الله؟ نعم. عندي حالة روحية قوية بحيث لما يجي الشيطان يحاول أنه يشككني بكلمة الله مثل ما فعل الرب يسوع المسيح. نعم. قال له مكتوب. إذا ما يكون عندي غطاء روحي وعلم بكلمة الله لا أستطيع أن أجابه الشيطان ولا أقاوم الشيطان. نعم. لأن إذا ما قاوم الشيطان بكلمته، إذا جئت للشيطان، إذا جينا نقاوم الشيطان بقدرتنا وبأفكارنا وبشغلات إحنا نمتلكها، الشيطان ما ينهزم. نعم. ينتصر. نعم. لأن مثل التلاميذ الرب يسوع المسيح لما أرادوا يخرجون الشياطين قالوا باسم الرب يسوع المسيح الذي يكرز به بولس. من انتصر؟ انتصر بهذه الحالة الشيطان، لأن عرف أكو ضعف روحي. نعم. أوكي. السؤال اللي نشوف هنا أنه حواء فشلت. نعم. زين. ليش فشلت حواء؟ ما هو سبب الفشل؟ واللي هو إحنا كثير من المرات في حياتنا نفشل في إطاعتنا لله، نفشل في أشياء كثيرة إحنا نحاول أو نعرف الحقيقة بس نفشل. فهنا بالذات ليش فشلت حواء؟ لأنه ما اتخذت يعني الأوردر المضبوط، أنه هو الرجل هو رأس المرأة. ما كان المفروض أنه تجي الحية تحكي مع المرأة بدون وجود الرجل. سو هي أخذت قرار أنه تروح تخرج يعني بوحدها وبدون وجود الرجل، وأخذت قرارات يعني. إذن القرارات اللي مرات كنساء نعم. من ناخذها قراراتنا وحدنا انه اتصور هذا هو القرار الصحيح بدون اخذ مثلا راي الرجل، مشوره الرجل. ويعني اكو كثير من النساء انه عندهم ثقه بالنفس عاليه، او انه انا اللي صاحبه القرار وانا اللي كذا، ومرات مثلا ناخذ قرارات انه تكون قراراتنا خاطئه، بينما اذا اكو مشوره الرجل او مشوره الله اولا نطلب يعني نصلي وقبل ما ناخذ اي قرار انه شلون الرب يقودنا، فهذا هو القرار الصحيح. بس احنا بدنا نحكي على القرارات اللي تاخذها المراه يعني بخصوص يعني ضمن وظيفتها يعني. وهاي القرارات قد مثلا تشمل ايضا يعني قرارات بيتيه، قرارات مع الاولاد، دايركشن، اي قرار. بنفس الوقت حواء سمحت للشيطان انه هي سمحت له انه يشككها بكلمه الله، وهي سمحت للشيطان انه يضعف قدرتها الروحيه. ليش؟ لان هي حواء اساسا لما الله جاء على الججمنت مالته جاي قال له ليش؟ ملامت نفسه، عندها كبرياء روحي، ملامت نفسه، حولت اللوم على الحيه. ثاني شيء هي أخطأت، بس
ما اكتفت انه هي اخطات، هي عرفت انه هي اخطات بحق الله وفي عداله الله وفي وصايا الله. نعم. جربت واعطت الى زوجها، فاوقعت ما اكتفت بخطيتها هي، وانما خلت ادم يخطئ معاها. واحنا ورثنا هذه الطبيعه من نعم. واحد يخطئ يريد الكل يعني حجر بين الناس عيد هالشكل نريد يعني نسويها. أنا عندي مشاكل ببيتي، ما مرتاحة مع زوجي، ما عندي وئام بداخل البيت، أريد جارتي. مع العلم أنه المفروض كإنسان يعرف الله، كإنسان أنه قريب من الله، أنه أصلي أنه المشكلة تنشال من بيتي. بس يعني الإنسان لما يكون بعيد عن الله مثل ما فعلت حواء، أنه إذا أنا ما مرتاحة داخل بيتي، داخل عملي، في أي ظروف من ظروف حياتي، أنه أخلي المقابيل أكو، أحاول مشكلتي تصل إلى بيت آخر أو إلى مجتمع آخر، لأن أحس أنه أنا انشال الضغط من 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 على كاهلي، لأن أنا مدى أتصرف مع المشكلة. نعم. داس وي لما يكون الإنسان بعيد عن الله المجتمع يتأذى من عنده أيضا. نعم بالضبط. نعم. أحبائي المشاهدين، الخطوط مفتوحة الآن، ممكن ترفع سماعة التليفون وتتصل بنا وتنطي رأيك، أي مداخلة أي تعليق عندك. وأيضا غرفة الصلاة مفتوحة، لا تنسون اللي عنده طلب الصلاة ممكن أنه إذا عندك بس طلب الصلاة ممكن يصلون معك، أو إذا تحب إحنا هنا يعني نصلي معكم في نهاية البرنامج. بس غرفة الصلاة مفتوحة الآن، وعدنا good news من غرفة الصلاة، لأنه الرب دي بارك، الرب دي يعمل عجيب من خلال غرفة الصلاة. راح تسمعوها بالنيوزلتر، الرسالة اللي راح نبعثها بعد كم يوم لكم، وراح تشوفون النتائج بعدين. راح يعني نعلن أنه كم واحد تبارك، كم واحد انتقلب للرب، وكم واحد الرب استجاب وخلاص، يعني مو بس خلاص النفوس، بس تحرير من الخطيئة، وأيضا استجابة صلوات كثير الناس، يعني كان عندهم هيلينج، شفاء. فنشكر الرب على غرفة الصلاة، أرجو أنه يشجعون نفسكم وترفعون تليفون وشاركونا في هذه الحلقة. وأرقام التليفونات راح تظهر على الشاشة الآن، 248-416-1300. الشيء الآخر أحب أنا أشارك به أخت نضال، أنه فعلا حواء الشيء اللي سوته، نشوف أنه نظرت إلى المغريات وما شافت بركات الله. تمام. يعني بركات الله اللي هو خلاهم بالجنة، وحتى بس يعني تكون معينة للرجل والساعدة وتكون شريكة وتكون معاه في إدارة الجنة وكل شيء، بس نشوف هنا شافت، نظرت إلى المغريات، ما شافت بركات الله اللي انطال إياها. فبعدين يعني تقول كلمة الرب أنه يعني شافت الثمر الشهي وحلو وطيب ومغري، وأخذت وأكلت. وكثير من عندنا نشوف أنه مغريات العالم ومغريات الحياة كثيرة، وبعدين ننجرف إلى مغريات الحياة بسهولة. فلهذا إذا إحنا نعرف استراتيجية الشيطان شلون يغرينا، يعني مثلا اللي عندها بيت وبعدين تقول أنا يعني هذا البيت ممكن أنه إذا أخلي في 50,000 اللاخ، في 100,000 اللاخ، ممكن أنه أنا مثلا أشتري بيت أحسن، وخصوصا هسه الإيكونومي داون والبيوت أرخص، فحتما أكو مثلا كثيرين أنه يقولون إحنا ليش ما نشتري بيت أحسن، أو مثلا أبدل السيارة، أو مثلا أبدل الفرنتشر كذا. فهذه عدم اكتفاء، يعني عدم اكتفاء. بس أيضا هي مغريات، بس هذه المغريات قد أنه مثلا تقودنا إلى بعدين ضغط مالي يأثر على العائلة. ضغط أنه مثلا يعني ضغوطات أخرى تصير بعدين مشاكل. يعني قد مثلا ما يصير اتفاق بينها وبين الزوج، بس هي تحاول أنه تضغط. يعني هاي واحدة من الأشياء اللي الشيء الآخر اللي شفته بهالمقاطع اللي قريناها، أنه حواء يعني تماطلت مع الحية، يعني قامت تاخذ وتنطي. نشوف الكتاب المقدس برسالة يعقوب 4:7 يقول اخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. هي المفروض كانت تهرب من إبليس، بس هي قامت تاخذ وتعطي ويا إبليس،
وهذا السبب اللي خلاها أن تخطئ. نعم. إحنا كلتنا يعني أكو أوقات نمر بهالشكل أشياء المفروض ننهزم من عندها. آمين آمين. نعم. هي حواء هي أول أنثى وأول امرأة وأول أم وأول زوجة وأول زوجة وهي شريكة آدم في الاعتناء بخليقة الله. لاحظة لما عندها هالمواصفات الكبيرة وهالثقة اللي الله وضع بها وهالمسؤولية الكبيرة اللي الله أنطاها ياها، كان أنه تكون أكثر حاملة للمسؤولية وأكثر تعرف أفكار الشيطان، لأن الله متعته مع آدم وحواء. الله كان يتمشى في الجنة ولهم علاقة مع الله، علما انه ادم كان من خلق الله وعى ادم بكل المغريات اللي راح ممكن الشيطان يجربه، حكى له على الشيطان ومتاكدين 100% انه ادم كان حواء هي الشريك الوحيد، لا عندهم اب لا عندهم اخ لا عندهم ام، ما ادم وحواء، فكان يحكي لها الشيطان ممكن يدخل من باب معين انه يجربها. نعم. فكان عنده الحذر، كان عنده الحيطة من كل شيء، لكن هي أساسا ما قدمت شيء من التواضع، كان عنده كبرياء إنه نظرت إلى حوله، مثل ما يحدث عندنا هنا بالمجتمعات عندنا كثيرة، إنه الأم إيش تعطين ورث لأولادك، إيش تقدمين عمل صالح لأولادك، الأم ما عندها غير الرب يسوع المسيح تنطيه لأولاده، لا تنطي ورث مالي، لا تنطي ماديات ولا معنويات تستطيع أنه هي تساعد أولادها، بس تقدر أنه تنطي الرب يسوع المسيح إذا كانت تعرف الرب يسوع المسيح، لأن هو قادر أنه يعين البيت ويعين الأولاد ويعين الزوج في كل هذه الأشياء، لأن الرب قادر أنه يرفع كل شيء ويغطي ويحفظ ويحمي في الحياة الروحية في الحياة الجسدية في الاجتماعيات أيضا. أمين أمين. يعني الشيء اللي يذكرني أو يعني قريناه الشيء الغلط اللي سوته حواء، أنه ما أنهت حديثها مع الحي، يعني تناقشت وأنطت وأخذت وسؤال وجواب، ما أنهت الحديث ولا كان لها القابلية أنه مثلا تجاوبها حتى تردعها وحتى هذه. نشوف إذا نقارن هذه ب شلون، وطبعا هذا هو الدرس لنا. نعم. انه من يجربنا الشيطان شو نسوي؟ يعني الرب يسوع المسيح من كان ايضا جرب في البريه وهو كان ضعيف لانه كان صايم اوكي 40 يوم، فمن اجى الشيطان دي يجربه، ايش كان جواب ابليس و ايش كان جواب الرب يسوع المسيح؟ دائما جوابه كان مستقيم من كلمة الله. نعم. مكتوب أيضا. مكتوب أيضا. أيضا. مكتوب أيضا. فدائما من نجرب من قبل إبليس دائما نرجع إلى أنه كلمة الرب شو تقول، وبعدين تكون كأسهم في وجه العدو حتى يعني حتى نوقفه، سواء إذا يريد يحبط من معنوياتنا أنه كلمة الله تقول أنه تشجعوا وتقووا لأنه يعني أنا معكم، يعني لكل شيء أكو جواب أكو شيء حالة. نعم. ولو عدنا شرح كثير، بس خلينا نأخذ قسم الاتصالات اللي هسه موجودة على الهواء. أهلا وسهلا خشذة معنا على الهواء. مرحبا أخت طيفة ومرحبا بالأخوات الموجودات. يا أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أنا شذا عم بحكي من هيوستن تكساس. يا أهلا وسهلا بيكي أخت شذا. تفضلي. شكرا ربي يبارككم. الموضوع اللي عمال تطرحه موضوع جدا مهم. نعم. لا سيما بكل عيلة سواء كانوا يعني مسيحيين مؤمنين أو عائلات مسيحيين تقليديين. نعم. أهم شيء بكل عائلة إنه المشاكل اللي تصير بين المرأة وزوجها إنها تبقى بقلب الأسرة، ما تطلع أبدا. أمين. يعني بالذات المرأة مهما صارت مشاكل بينها وبين زوجها لازم ما تحكي أبدا لا لصديقة ولا لجارة. صدقيني أخت هيفاء المشاكل ما بتصير غير من هالأشياء، لأنه الشيطان بيحاول يفوت من أي ثقب من أي شيء يعني. بالضبط.
يعني هذا الموضوع جدا جدا موضوع مهم كثير كثير، وما في ناس يفكروا انه موضوع سهل، لا هو كثير كثير موضوع مهم، ولازم العين المسيحيه المراه والرجل هن واحد بسبب الزواج المقدس. فلذلك اي شيء المراه بدها تعمل اي شيء مثل ما تفضلتي حضرتك بالبدايه قلتي لازم تستشير زوجها. نعم. كثير مهم انه المرأة يعني تحكي كل شيء لزوجها وتقول له شو عم بيصير. نعم. لانه الاشياء كثير مهمة يعني. نعم. صدقيني. نعم. اذا يعني قصدك اخت شذا انه الصراحة والانفتاح وانه الزوج يعرف كل شيء عن الزوجة وعن البيت وعن يعني ما نخبي اشياء، هل طبعا راح تساعد كثير على نجاح العلاقة الزوجية. طبعا طبعا الصيفاء كثير مهم الصراحه بين الزوجين، وما يطلع اي سر من اسرار البيت لبرا ابدا ابدا. أمين. لانه صدقيني صدقيني حتى لو اشياء بسيطه يعني الشيطان عم بيشتغل برا، بتعرفي شلون بيستغل اي شيء بسيط لحتى يخرب العلاقات الزوجيه. لكن المسيحيه المؤمنين يعني وهي اهم نقطه، وانا كثير بشكرك اختيفاء على حلقه اليوم لانه حلقه كثير كثير مهمه لكل النساء المسيحيات صدقيني. امين. شكرا جزيلا اخ الشذا، الرب يبارك فيك. بشكركم كثير وبليز اذكرونا بصلواتكم. يس يس راح نصلي لكم. ربي ثانك يو. الرب يبارككم. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع السلامه. اهلا وسهلا اخت ندى معنا على الهواء. مساء الخير. يا اهلا وسهلا اخت ندى. مساء الخير اليك ولضيوفك الكرام. أنا قاعدة عم بتلذذ بهالحلقة الحلوة. أهلا وسهلا أخت ندى حاتم من فرجينيا. نعم. أنا كثير كنت عم قلك عم بتلذذ بهالحديث الحلو بهالأشياء الحلوة. نعم. وفعلا إنه حواء جربت هي بالجنة وقت الشبع والخير والعز والرفاهية. حواء كانت بالنعيم وعندها خير الله العميم تحت إيديها. وعندها شريك حياتها الوسيم بيحيا وبيعطف عليها. وعندها صديق حميم هو الرب بيتمشى معها بيخلي الجنة تصير أحلى. مع هيدا وكله الحية أغوتها سقطت بالتجربة وسقطت كل الخليقة معها. بالمقابل الرب يسوع كمان تجرب بالبرية وسط الصحراء الأفرى النفرة بوقت الجوع والفقر والوحدة والألم وانتصر. والسبب الوحيد لأنه تمسك بالمكتوب. أمين. والمكتوب اللي كان متوفر ليسوع بالبرية هو نفسه المكتوب يلي بين إيدينا. كلمة الله الحية والغنية. لهيك أنا بدي أعطي شوية حلول وحكي المستمعين والمشاهدين وقال لهم ما بين شو الله بيقول بمواعيده بالكتاب ما بين شو الشيطان بيقول هالكذاب أبو الكذاب مين يا ترى منصدق؟ بكلمة مين رح نتمسك؟ قلب الوعد وصاحب الوعد أم إبليس اللي بيشكك؟ هل كذب وخداع إبليس الهلاك نفوسنا همه أم كلمة الله سيف الروح يلي ختمها بدمه؟ فأول ما بيجيك الشك ما تستسلم أو تنهار، افتح كتابك وبالمكتوب حارب إبليس الغدار. ما تخليه شكك القلوب شلو أنت بالمكتوب، ولما يقلك مستحيل جاوبه بهالقول الجليل كل شيء مستطاع للمؤمن. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لوقا 18:27. ولما الشيطان على فكرك يدخل بوقاحة يقول لك ما في حدا بيحبك، ما حدا بده خيرك، بيوحنا 3:16 قل له شو الله حبك، هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ولما العدو المخيف حولك بيصول وبيجول يقول لك قديشك ضعيف ميؤوس منك مش معقول تقدر توقف رجليك، فرجيه الله شو بيقول تكفيك نعمتي لأن قوتي بضعفك تكمل، لا تخف أنا معك.
ولما قال لك الشيطان ما في راحة يا إنسان ويجي وشوش بدينيك راح تقضي عمرك تعبان. قل له يا كذاب مكتوب جاوبه بالرد الحرزان. تعالوا إلي يا جميع المتعبين واستقلي الأحمال وأنا أريحكم. ولما الشيطان يقول لك أنت ما بتساوي شيء ويحقر فيك ويزلك ويخليك خف الريشة قل له مكتوب وفرجيه بالمكتوب كيف بتخزيه. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا لكم اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. وآخر شيء لما الشيطان وحتى يزود ألامك يهجم بأقوى سلاحه حتى يزعزع إيمانك يقلك بعدك عم تخطي وما في رجاء خلاصك ارفع بوجه سيف الروح قله عن الحمل المذبوح ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. هالكتاب كلمة الله تمسك فيها بالإيمان وحارب فيها عدو الخير. كلمة الله هي السلطان. إذا يسوع ابن الله وكمان ابن الإنسان استعمل سلاح المكتوب استعملها أنت كمان والكلمة الله بقلبه رح ينتصر على التجربة رح ينتصر على الشيطان. آمين. 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 شكرا جزيلا أخت ندى. شكرا, شكرا على الشعر الحلو. شكرا على الكلمات. Thank you. الرب يباركك. شكرا جزيلا على مشاركتك والمداخلة الحلوة والكلمات اللي فعلا أنا عجبتني أنه من يجي الشيطان يشكك لا تستسلم. وفعلا هذا في الشيء قلنا يعني مرات يشككنا الشيطان بكل شيء بس أهم شيء أنه لا استسلام لأنه الرب معنا. نعم. اوكي عندنا اتصال اخر. اهلا وسهلا اخ طلال معانا. مرحبا اخت هيفاء. جود ايفنينج. جود ايفنينج. هاي اخت احلام واخت نضال. الرب يبارككم. البرنامج حلو بس قبل كل شيء اقول رجاء الصلاه من اجل اخويا ضياء في كاليفورنيا. نعم. وايضا احنا نشكر ونشكر الرب على الذين يصلون في الاراميه ومن أجل القبول الذي يأتي ويقولون قد شفينا من أمراضنا. أمين. الرب يبارك الآرامية وأنا أعرف الآرامية هي للمسيح. أمين. ونحن أيضا للمسيح نبارك الرب أبو ربنا يسوع المسيح. أخت هيفاء الموضوع شيق جدا جدا حيث الرب يسمح لي أن أتكلم. أنا أقيس الشر الخير والشر وأضعه في هذا المقياس هو مقياس الحلال والحرام. الحلال هو أن إذا ذهبت للكنيسة ومجد الرب إذا أقرأ كتاب مقدس أو أعلم أولادي أن لا يتعدون على الآخرين هذا حلال. أما الحرام إذا أشرب كأس ويسكي وأضرب ريد لايت وأقتل لعائلة بريئة هذا حرام. يجب علينا أن نميز الحلال والحرام الخير والشر وأن لا يضعف أمامنا الحلال والحرام والخير والشر بأن نعرف من أين مصدر الشر ومن أين مصدر الخير. فإذا أني اوكي اخ طلال انا عندي سؤال لك. يعني فالشيء كلش حلو انه قلت لازم نعرف مصدر الخير ومصدر الشر. شلون نعرف؟ شنو نصيحتك للي دا يسمعون هسه؟ وطبعا هذا السؤال ايضا للاحبه المشاهدين انه شلون نعرف شنو هو مصدر الخير شنو هو مصدر الشر؟ هل اكو مصدر معين نعرف هالشيء؟ نعم. لما يقول بولس الرسول انتم هياكل الروح القدس. عندما ادخن سيجاره لو نذهب الى الدكتور سوف يقول لنا الدكتور هذا مضر بصحتك. نعم. فلا تدخن يعني لا تشرب سيجاره. اوكي. وبعدين يقول مثلا نقول لا تسرق لان اللي يسرق سوف تاتي عليه السلطات وتحبسه. نعم. ويذهب إلى المحكمة. نعم. ويضعونه في السجن بل ليشتغل نعم. أوكي شكرا أخ
أخ طلال، إذا قصدك إن هنا أنه الشيء اللي قلته هسه أنه لا تسرق أو الشيء أو لا تدخن لأنه هذا يضر بصحتك. أوكي، إذا إحنا خلينا نقول الشيء اللي نعرفه حول المصدر، مصدر الخير ومصدر الشر، هو دائما من الكتاب المقدس. أكيد. إحنا إذا نعرف الكتاب المقدس نعرف هو أنه من مصدر الشر، أو أنا مثل ما تكلمنا أنه استراتيجية الشيطان. أخت هيفاء، أولا طبعا أبونا آدم وحواء لم يكن عندهم الكتاب مثل ما نحن، لكن الله أول ما خلقهم عرفهم بنفسه. لو لم يكن الرب يسوع معرف نفسه آدم وحواء وبعدين أعطاهم الوصية، ونحن عرفنا من القصة بين آدم بين الشيطان وحواء أنه قال لها ماذا قال الله، قالت إذا نأكل من الخير ومعرفة الشجرة من معرفة الخير والشر موتا نموت، قالها لن تموتا. فهذا أضعف كلام الله في ذهن أمنا أو جدتنا حواء نقول، وارتكبت الخطيئة. أوكي، شكرا جزيلا أخ طلال، الرب يباركك، ثانك يو على مشاركتك، ثانك يو، مع السلامة. أوكي، نجي هسه مارتي لوخ، نرجع مرة أخرى لحواء وهذه التجربة. يعني نشوف حواء فشلت في التجربة، وبعدين يعني هي اللي كانت سبب، ما نقول هي اللي أجبرت آدم على الخطيئة أو على التجربة، بس هي اللي يعني مو الحي اللي جربت آدم، لكن حواء اللي هي جربت، استخدمها إبليس حتى تجرب آدم. سو فشلت حواء في مقاومة التجربة وأخطأت وعدم ما أطاعت الله. ما هي الاستراتيجية اللي ممكن إحنا كنساء أو يعني أفراد بصورة عامة إنه ممكن نستخدمها حتى نقاوم هذه التجربة؟ يعني هل أكو فشي فعال، فشي في الطريقة قوية بحيث نستخدمها حتى نقاوم الأسلوب اللي يستخدمه إبليس لنا؟ طبعا هذا السؤال هو أيضا للأحباء المشاهدين، أرجو أنه ترفع سماعة التليفون وشاركنا بأي مداخلة أو جواب أو فكرة أو إجابة، وإحنا كثير من عندنا يعني عندنا مشاكل أنه شون نواجهها، وشون أكو طريقة، هل أكو طريقة فعالة نواجه أسهم الشيطان علينا، سواء على عائلاتنا، على أهلنا، على أولادنا، في كل شيء. خلينا نأخذ الاتصال وبعدين نكمل. أهلا وسهلا أخت هاجر، تفضلي. أهلا وسهلا هاجر، تفضلي، أنت على الهواء. اوكي، انا بس كنت عايزه اسالكم، يعني اوكي انا كنت عايزه اسالكم، انا عندي فتره كثيره يعني كنت بحضر البرنامج بتاع الاراميه، لكن لما رحلت ما عملت سراب للساتلايت، وحس انا عملت له سراب ويمكن ما حضرت المحاوره كلها. لكن بس كنت عايزه اسالكم، مثلا اذا واحده بتعمل يعني كل ما بتقدر تعمله كون عشان تخلي حياتها الزوجية تكون سعيدة، يعني تمجد الرب، والراجل بيعمل أكسيها. يعني أنا بجد كثير، أنا كنت إنسانة مسلم وجد قبلت المسيحية وبقيت مؤمنة شديد يعني، ولكن أمين. نشكر الرب. ولقيت زوجي بناقضني كثير، يعني حتى لما نتكلم يقول لي انت ما مؤمنه، وانا بقول له انا بشكر ربنا انه ربنا بيعرفني اذا انا مؤمنه ولا لا. لكن في اللحظات الاخيره المشاكل بقت تزيد، وانا ما قدرت اتحمل، حسي هو طلع من البيت، انا قاعده براي وبفكر يعني انا اعمل شنو، حل يعني لسه أتحمل ما هو اللي بيعمله علي عشان كون أكون إنسانة فعلا ربنا يبارك حياتي، ولا أنا بشوف أنه ده كائن في أبيوس ربنا ذاته ما بيقبل أنه الوحدة يعمله لا أبيوس يعني. نعم. أخت هاجر، هل زوجك يعني بعد مسلم لو قبل الرب؟
هو أساسا مسلم قبلي، هو أمين مسيحي قبلي، أنا كنت مسلمة. ولكن لما يعني تزوجت. نعم يعني هو كان مسيحي. هو أساسا مسيحي. مسيحي أوكي، بس هل مسيحي هل مؤمن قبل الرب لو بس مسيحي بالاسم؟ أنا بتخيل لي هو مسيحي بالاسم. مسيحي بالاسم أوكي. وأنت يعني الأخت أحلام راح تجاوب أيضا، يعني أنا من اتصالك أنا تباركت بإيمانك أخت هاجر، الرب راح يستخدمك بقوة حتى تكونين مثال لزوجك بالتحمل وبالصبر وبفعلا يعني تقودين زوجك حتى فعلا يجي للإيمان ويصير مؤمن حقيقي، يعرف إلى علاقة شخصية بالرب يسوع المسيح من خلال أنت صبرك ومن خلال تحملك، والرب راح يستخدمك. أنا دا أشوف أنه عندك روح الرب عليك معك، والرب راح يستخدمك بقوة، وإحنا راح نصلي إليك حتى الرب يعني يقويك ويشددك ويعني يستخدمك بقوة. أخت أحلام، أختنا العزيزة، يعني أحب أقول أنه الشيطان دائما يحارب الإنسان المؤمن. الشيطان مثل ما تكلمنا عنه هو كذاب وأبو الكذاب، وهو شيطان يستخدم الثغرات في حياتنا، نقاط الضعف في حياتنا. زوجك هو نقطة الضعف. أختي باسم الرب يسوع المسيح أسألك، تقوي إيمانك بالرب يسوع المسيح، تعالي لزوجك أختي بمحبة المسيح وبانتظار المسيح، لا يكون عندك أي شك بعمل الرب من أجلك. كوني صبورة وكوني مطيعة. Sorry, excuse me. أختي رعاية عن صلينا وباسم الرب يسوع المسيح كل المشاكل تنحل. آمين. أمين. شكرا. أنت ابقي باتصال معنا إذا عندك أي مشكلة، إذا عندك صلاة، إذا تحبين أنه نصلي معك. بليز اتصلي بنا، بليز خلي رقم تليفونك ايضا مع الاخوه بالكنترول روم حتى بعدين ارجع انا يعني اتصل بك واصلي معك شخصيا، والاراميه مستعده انه تقف بجانبك دائما. شكرا على اتصالك. اوكي، عندنا اتصال اخر. اهلا وسهلا اخت كارولين معنا. نعم، اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا وسهلا اخت كارولين، انت معنا على الهواء، تفضلي. شلونك؟ يا اهلا وسهلا بيك. هل انت سمعتي البرنامج اخت كارولين؟ تشاهدين البرنامج؟ والله انا اتابعه. نعم، اسمعينا اخت كارولين، اسمعينا على التليفون، واذا تحبين توطين التلفزيون حتى لا يصير صدى، وتفضلي. No problem. اهلا وسهلا اخت كارولين، تفضلي. اوكي، يعني عندي مشكله التابعه، المشكله مؤريه لاختي. نعم. عندي اختي متزوجه مسلم، ما موجوده هي هنا، انا هسه وصلت عن طريق الكنيسه. اوكي. هي على اساس قالت انه امنت بالرب وعافت زوجها وطلقت. بس لحد الان اختي مو يمياها، تعيش بشيكاغو، على اساس انه اجيبها يمي، بس ما مأمنه انه اختي لحد الان انه ما اعرف ايمانها صدق بالرب، خايفه انه اجيبها يمي و ما أعرف، لأنه قبل 4 سنين إجت همينة هنا على أمريكا ورجعت مرة ثانية تزوجها. فهي the second time جابتها الكنيسة، حوقت أنه التجأت للكنيسة وآمنت بالرب واتصلت بي أنه طلبت العفو، وما أعرف يعني شنو أسويه، هل أنه أمن بأختي أنه آمنت بالرب وعافت زوجها؟ يعني هذا هو السؤال. هسه هي وين؟ هسه هي في شيكاغو، يعني ما معاكي؟
لا مو وياي على اساس انه اجيبها يمي. اوكي اوكي. وهي يعني سابت زوجها؟ هي اطلقت حسب ما تحكي. هو على اي اساس اطلقت؟ لانه صارت مؤمنه؟ صارت مؤمنه وانه عرفت انه الدين المسلم مو مثل الدين المسيحي مالتنا. يا بس يعني ما نريد ندخل بالتفاصيل، بس هذا مو كتابي، لانه نشوفه برساله كورنثس انه للي يصير مؤمن لازم يعني لازم تكسبين الزوج بالمحبه، تكونين بركه له. نعم يعني هو طبعا اكو اشياء انا بالنسبه لي اكو اشياء مهمه. اولا الكتاب يعلمنا اخت كارولين، الكتاب يعلمنا انه الزوجه ممكن تتبارك بزوجها والزوج ممكن يتبارك بزوجته من خلال اعمالهم، من خلال هم تضحيتهم ومن خلال الحياه اللي يعيشوها. فممكن انه اختك اذا كانت متزوجه مسلم انه ممكن تجيبها هي، اذا هي فعلا مؤمنه ممكن انه تجيب زوجها للايمان من خلال صلاتها، من خلال هي يعني حياتها معها. بس اذا حتى اذا صار الطلاق واذا هي صارت مؤمنه وطلقت ووتيفر، يعني الرب يريدنا انه نعتني، يعني هي مدام اختك المفروض تعتنين بها وتفتحين يعني باب بيتك وتفتحين كل شيء لها وتشجعيها وتدعميها. تعكس يعني الرب يسوع المسيح قال كونوا مشابهين لصورة الرب، فانه شوفي الرب الاخت، حتى لو اختي كان ايمانها ايمان ضعيف، ايمان بمصلحه، حاولي انه تشوفين الرب الاختك، وما راح تفرق معاكي اختك بكاليفورنيا بلندن بالمانيا، اختك اياها، فالاخت اخت اياها، انه حاولي انه اكسب اختي، كان ايمان اختك على غلط ايمانك صحيح، فخلي المنبع ياخذ من بعضه. ولو احنا الرسول بولس يقول للنساء اللي ازواجهم مو مؤمنين انه خاضعين لازواجهم بهذا الاسلوب راح يكسبون ازواجهم بدون كلمه. نعم. بدون نقاش، بدون مشاكل. نعم. يعني بس. نعم. محبه. نعم يعني ولو احنا اخت كارولين، بس احب انبه يعني للاخت كارولين وللاحباء المشاهدين انه احنا هنا يعني وي ار نوت كونسلرز، مدى ننطي احنا فد حل لمشكله، مدى ننطي فد اقتراح، بس احنا من الكتاب المقدس شي يقول احنا كنساء شلون لازم نسلك حسب الكتاب المقدس، حسب ما يقول الكتاب المقدس. بس شكرا جزيلا اخت كارولين، احنا راح نصلي لك ونصلي لاختك ايضا، واذا عندك اي بعدين احتياج الى صلاه اي شيء انه الاراميه تقدمك اياه ممكن تتصلين بنا خلال الدوام الرسمي. اهلا وسهلا بك. ممكن اسال سؤال قبل كل شيء؟ نعم تفضلي. اوكي اريد فد شيء فد حل انه امي ترضى باختي، لانه امي شويه صعبه، فشلون اجي الطريقه انه ارضي امي على مود شلون اسامح اختي؟ اوكي اجاوب جاني على هذا السؤال. اوكي اختي نظام، هل امك انت مؤمنه هي ام لا؟ أوكي إذا مؤمنة تعرف هي كم غفر لها الله من خطاياها من جت للإيمان، تمام؟ شوفيها المفروض هي همينة تغفر للآخرين. صحيح هي ما فرحانة بالطلاق وماكو أحد يفرح به، لكن شيء صار المفروض تغفر لها الأختج إذا أختج طلبت الغفران من والدتك. نعم يعني احنا اخت كارولين احنا كلتنا نغلط، واحنا كلتنا يعني قد الام مثلا من خصوصا اذا البنت تاخذ مسلم وتتطلق والحياه يعني تشعر انه الام هي مثلا ليش فشلت او مثلا اولادها ليش صار هالشيء، فاحنا كلتنا معرضين للخطيئة، معرضين للخطا، بس ممكن انه يصلح ذاك الخطا اذا اكو ريبنتنس، اذا اكو انه التوبه والرجوع الى كلمه الله مره اخرى. قال اغضبوا لا تخطئوا، يعني من حق الام تغضب على بنتها، لكن لا تخطئ في حقها بان تبعدها عنا وعن حضنها. اذا كانت انسانه مؤمنه متمسكه بالرب تقدر انه تصلح هذا الشيء، الاناء المنكسر تصلحه. نعم جيبها امام فخار الاعظم، سلمها للرب، سلميها للرب، الرب ينجاز بها. امين. اوكي اخت كارولين اذا انت في احتياج بعد وعندك اسئله اخرى ممكن تتصلين بنا باليوم. ثانك يو اخت كارولين، شكرا جزيلا لكم، الرب يبارك فيك، شكرا، مع السلامه. اوكي اذا
خلينا نرجع مره اخرى. تفضلي اخت هيفاء. احنا حكينا على ادم وحواء. الله خلق ادم وحواء على صوره الله خلقهم، ذكرا وانثى خلقهم، مشابهين صوره ابنه، خلق مشابهين صوره الله. خلق للانسان، اعطى للانسان عقل يفهم افكار الله، واعطاه قلبا يتلامس مع محبة الله، وعطاه إرادة تطيع وصايا الله، إرادة حرة غير مجبرة. والله خلق في وسط الجنة، منقول في وسط، خلق شجرة معرفة الخير والشر، وأعطى وصيته بأن يوم تأكلا منها موتا تموت. وآدم وحواء بكل إرادة وبكل عقل ومن كل قلب كسروا وصية الله، نعم، ودخلوا في الخطية وجلبت الخطية للعالم الدمار والأمراض والأوجاع، وانتقلت الخطية إلى نسل آدم وحواء. نعم. فضلي خذ المكالمة. نعم. خلي أخذ المكالمة. بس أكو سؤال آخر، أنت ذكرتي أنه الله خلقهم على وجهه، على صورة الله خلقهم. نعم. فنريد نناقش وأيضا الأحباء. نعم. المشاهدين، أنه ماذا نعني أنه على صورة الله خلقهم؟ نعم. الله هو روح. نعم. شون خلقوا على صورة الله؟ نعم. أهلا وسهلا أخت رندا معنا على الهواء. يا اهلا وسهلا اخت رندا، تفضلي. الو، مساء الخير اخت هيفاء. مساء النور، اهلا بيكي. الرب يباركك ويبارك الاخت نضال والاخت احلام. الرب يباركك اختنا. ثانك يو. الرب يباركك انت همينا. تفضلي. شكرا. الحقيقه حبيت اعمل مداخله صغيره عن حول موضوع حواء. الحقيقه موضوع شيق جدا، وفي تعاليم كثير لنا في حياه حواء. الحقيقة بحب أقول شغلي، أنه حواء قلبت كلام الرب اللي رب قال لها إياه، وتاني شيء رددت كلام غلط. يعني رب قال لها شيء وهي عادت كلام غلط. والشيء النقطة المهمة كمان اللي عملتها، أنه نظرت على الشجرة، بلشت خطيتها بالنظر. حبت الشجرة وميل قلبها لها وارتاح قلبها لها ومدت إيدها وقطفت. نعم. وهيك منشوف أنه كيف تبلش الخطية بالعين، يعني سراج الجسد هو العين. نعم. فهي لما حبتها ونظرت لها وارتحت لها ومدت إيدها وقطفت الثمرة وأعطت زوجها، منشوف خطية العصيان لوين وصلتها. الحقيقة وصلتها لهروب من وجه الرب، ولا تكثير أوجاع الحبل، ولا أتعاب كثيرة، وحتى الأرض لعنت. فنحن هون بحب وجه كلمة للمشاهدين ولقلنا كلياتنا كأخوات، أنه قديش تأثيرنا لازم يكون إيجابي على رجالنا. نعم. لأن الحقيقة هي المرأة بحكمتها تبني بيتها. فبالعصيانة وصلت أنها تجيب اللعنة وتجيب العصيان على زوجها وعلى العالم يعني. أمين أمين. شكرا جزيلا أخت رندا. يعني فعلا بالعصيان، وإحنا بعدين راح نتكلم على نتائج الخطيئة، العصيان على الله يعني الخطيئة، فأكو نتائج، وهذه النتائج قد تكون وخيمة، وبعدين راح نتكلم أنه عن نتائج الخطيئة، إيش كانت نتائجها على حواء ونتائجها على آدم ونتائجها على الأولاد وعلى نسلهم. شكرا جزيلا أخت رندا، الرب يبارك فيكي. هيفاء وربيرك الأرامية. ثانك يو عزيزتي، ثانك يو، ربي يباركك. شكرا. مع السلامة. معكم. معك أيضا. باي باي. يعني هنا إنه الطريقة اللي ممكن نقاوم إبليس وتكون لنا استراتيجية حتى فعلا إبليس ما نخلي يدخل بيوتنا وبعلاقاتنا وبتربية أولادنا وبإحباط معنوياتنا بكل شيء، انه اولا نعرف كلمه الله. آمين. اذا نعرف كلمه الرب اوكي ممكن نقاوم ابليس، لانه يعني قاوموا ابليس فيهرب منكم. اقرا كم فيرسز من رساله افسس الاصحاح السته. تفضلي. يحكي عن سلاح الله الكامل اللي بيه احنا معركتنا، طبعا هي معركه روحيه مو مع دم
لكن معركة في سماوياتها. يقول: وأخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلوة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا عيني بعيني بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. هذه هي اللي يحكي عنها سلاح الله الكامل. نعم. واحد منها هي كلمة الله. نعم. مثل ما حكينا أنه الرب يسوع المسيح من كان بالبرية. طبعا الرب هو الكلمة، هو بنفسه، لكن إبليس استخدم كلمة الرب لكن حور بها، أو استخدمها مكان مو مضبوط حتى يخلي الرب أنه ما يكمل خطة الصليب. لكن الرب كان يجاوبه مكتوب أيضا. إحنا المفروض من عندنا نعرف كلمة الرب ونعرف إيش وقت نطبقها بالمكان المناسب، مو ناخذ أجزاء من الفيرسز يعني من الكتاب وما نعرف هذا ينطبق على هالوضع ولا لا. نعم، يعني الخطأ اللي وقعت به حواء، واللي احنا طبعا الشيء اللي وقعت به حواء احنا المفروض يكون درس ان من وقع به، انه يعني هي اللي تعاملت مع الحيه وحدها. صحيح تحكي اخت هيفاء، لكن المشكله اخذنا هالطبيعه الساقطه، اخذناها. يس صح صح، بس هو يعني حواء ما كان لها هاي الطبيعه من خلقها الله. أكيد كانت كاملة، خلقهم كاملين. إنه حتى يسبحوا، حتى تكون لهم علاقة. بس يعني الخطأ أوقفك بس فضل. بالنسبة لحواء وآدم ما كانوا كاملين، لأن غير كامل بس الله وحده. يس. إنه كان خلق كاملين، كان بمعنى إنه قطع من طبعا سوري مو المشاهدة. يعني كاملين بدون خطية. يس يعني ما كانت الخطيئة بعد قد دخلت لهذه. يعني خلقهم الله العصيان. فالمهم هنا كدرس لنا انه اذا نريد فد طريقة فاستراتيجية حتى نقاوم ابليس، انه نطلب المعونة من الشخص، مثلا اذا الزوج يطلب معونه من اذا الزوجه تطلب معونه من الاستشاره، او يعني تو مثلا توك توجذر. وبعدين اهم شيء انه نطلب معونه الرب في كل شيء. يعني قبل ما نطلب معونه الشخص اللي معانا عايش او يعني البارتنر، لازم نطلب معونه الله اللي ينطينا الحكمه وينطينا المعرفه وينطينا القياده. وحتى اذا احنا نجرب، حتى اذا يكون عندنا مشاكل، وحتى اذا يكون عندنا يعني قضايا نمر بصعوبات، ستيل الله قادر انه ينقذنا منها. لانه يقول في 1 كورنثيس 10، يقول يعني التجارب اللي نمر بها والمشاكل، لم تصبكم تجربه الا بشريه، لكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل من مع التجربه ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. يعني مع التجربه اكو منفذ حتى احنا ممكن انه نتحمل هذه، وبعدين هو وعدنا انه هو يكون معنا في هذه التجربه. خلي اخذ الخط وبعدين نرجع. اهلا وسهلا اخت ايمي معنا على الهواء، تفضلي. اهلا اخت ايمي. هاي هاو ار يو؟ ام اوكي ثانك يو. بس بلا زحمه، بس اريد صلاه لان خالتي كلش مريضه، اسمها نوريه دابش. اوكي نوريه دابش. يا وصديقتي همينه خطيه سوت عمليه هاليوم، فيها كانسر، سوت عمليه. أوكي. اسمها اميره دا اوكي ما يخالف، راح نصلي لها. هل امي انت بعد ايش معانا؟
اوكي خلينا ناخذ ام كمال وبعدين راح نصلي لامي للاشخاص اللي طلبتهم. اهلا وسهلا ام كمال تفضلي. يا عيني. يا سلام أهلا المسيح سلام المسيح للجميع. ومعاك ايضا اخت هيفاء واحلام واخت نضال ما اقدر احكي وياهم. تفضلي. معاك اوكي. الله يبارككم ويكبر ايمانكم ويعطيكم النعمه والمحبه. جميع ثانك يو. نشكر المسيح اللي هو مات على الصليب ومحى كل ذنوبنا. نشكره ونمجده ونهو المجد والتسبيح. امين. من محبته للكل يعني مات من اجل كل واحد. امين امين. شكرا جزيلا. انا اتكلم من كلامكم على حواء وعلى آدم. نعم. بعد بموت المسيح هو عطانا السماح وله كل المجد. آمين آمين. وأطلب الصلاة الكنتي هيفاء يعني كثير متوجعة من الكيمو تسوي كيمو كثير متوجعة. أطلب صلاة إلى بليز صلوا له. ما يخالف. وايضا انا اما مجعانه انا مو يعني هذيك الجيده. نعم. اوكي. نشكر الرب نشكر الاراميه والله يعظمهم والله يكبر كل شيء اللي كل واحد يشتغل فيه. ثانك يو. شكرا ام كمال. شكرا بابي. شكرا. ربي يبارك فيكي وراح نصلي لكي. راح نصلي لأم كمال ولأيمي. هسه أخت أحلام ممكن ترفعيهم بالصلاة. أيمي رادت صلاة لنورية دابش مريضة ولصديقتها عندها كانسر أميرة ولأم كمال صلاة إلها لأنه مريضة وأيضا كنتها هيفاء. نشكرك يا رب نعظم اسمك يا سيد. نشكرك نبارك نمجد اسمك يا رب في هذا المساء. نشكرك يا رب لأن أنت هو الإله العظيم يا سيد. أمين. ملك الملوك ورب الأرباب الإله المنتصر يا سيد في وسط شعبك يا سيد. يا رب نضع في هذا المساء يا رب جميع الخوات يا رب. أمين. اللي خابروا يا سيد واتصلوا يا سيد. جميع المرضى يا سيد اللي في المستشفيات وفي البيوت يا سيد. نضع يا رب الجميع على عرش النعمة على عرش نعمة إله كريم يا سيد. إله يا رب له السلطة والقوة والقدرة يا سيد. إله يقول قل كلمة فيبرأ. نعم يا سيد أنت هو صاحب السلطان يا سيد. أنت هو صاحب الكلمة يا سيد. تبرأ الداء باسم الرب يسوع المسيح يا سيد. نطلب يا رب في هذا المساء يا رب حماية دمك الكريم يا سيد على كل مرضى السرطان باسم الرب يسوع المسيح. على كل مرضى السرطان يا سيد السرطان وغير السرطان يا سيد. لا شيء أمامك يا سيد عندما تقول كلمة فيبرأ الداء يا سيد. لأن أنت هو إله يا رب إله أحياء يا سيد. إله شفاء يا سيد في أجنحتك الشفاء يا سيد. هيمن على كل مرضى يا سيد وحررهم باسم الرب يسوع المسيح يا سيد من كل مرض ومن كل شبه مرض يا سيد. أنت هو القادر يا سيد. أنت هو اللي تقول الكلمة الأخيرة في كل شيء في حياتنا يا سيد. أنت اللي قلت لإبراهيم احمل ابنك يا حضرت له الكبش يا سيد. نطلب كبش فداء يا سيد باسم الرب يسوع المسيح في هذا المساء لكل المرضى يا سيد. أن تزورهم زيارة خاصة يا سيد وتلمسهم لمسة شفاء يا سيد. أنت قلت للمفلوج قم احمل سريرك وأمشي. أنت يا رب قادر يا رب أن تزور جميع المرضى يا سيد وتقول كلمتك يا سيد المباركة احملوا سريركم. نعم يا سيد قادرين أن يقوموا من مرضهم يا سيد لأن أنت تريد يا سيد وأنت يا رب صاحب السلطان وصاحب الكلمة. باسم حبيبك وحبيبنا يسوع المسيح يا سيد نسألك ونشكرك لأنك يا رب استمعت واستجبت ولإسمك نعطي كل الكرامة وكل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. 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 شكرا أخت أحلام. نرجع مرة ثانية على الموضوع أنه إيش نعمل شنو الاستراتيجية حتى نقاوم إبليس وتكلمنا قسم من النقاط اللي من كلمة الرب وأيضا أنه مشورة الشخص الآخر ومشورة الله. الشيء الآخر اللي أحب بس أنه أقول حواء يعني أخذت وأنطت مع إبليس
وهذا كان الخطأ اللي سوته، ما قطعت حلقة الاتصال بينه وبين إبليس، وهو طبعا كان يجاوب وتسأل ويجاوب، ويعني يسألها وتجاوب، ما وقفتها وما استخدمت، ما عرفت التكنيك انه شلون توقفه. الرسول مثل بولس يقول بالرسالة تيموثاوس، يقول له اما المباحثات الغبية فتجنبها، يعني مباحثات غبية ما راح تجيب الى اي نتيجة، ولا راح يتمجد اسم الرب من خلالها، فمن الافضل انه ما نتكلم بهالقضايا. شيء له انه عندنا المذبح العائلي بالبيت، انه كل عائلة يكون عندها مذبح عائلي يطلبون وجه الرب. شيء ثاني انه انا عندي كلمه الرب، اذا ما اقدر، ما عندي علم بكلمه الرب وما عندي شركه مع الله، ما اتحاجج مع الشيطان. مثل ما فعل يوسف. يوسف كان شخص يعرف الرب وكان له علاقه مع الله وكان يعرف افكار الله، لكن عندما دخل في التجربه ترك رداءه وهرب. لما نشوف نفسنا ضعيفين امام المشكله، ضعيفين امام تجارب الشيطان، ننهزم، ما نعطي مجال للشيطان انه يدخل في نقطة ضعف في حياتنا. نطلب وجه الرب، الرب يساعدنا انه نتحمل التجربة. ثاني شيء انه الهرب، لما نهرب لا نترك ثغرات ورانا انه ابليس يرجع علينا، انه بهروبنا نقطع كل علاقة لنا، انه يدخل ابليس من عندها لنا. يعني اخضع، يعني الهروب شنو؟ الخضوع لله. لله، نعم. اخضعوا لله، يقول الكتاب قاوموا ابليس فيهربكم. اول مره الخضوع، نعم. وبعدين مقاومه ابليس، نعم. فيهرب من عندنا ابليس. بس اذا احنا مدى نخضع لله، اذا ماكو خضوع واستسلام كامل، ما نقدر انه يعني ابليس ما راح يهرب من عندنا، فراح احنا نستسلم لابليس. اخت هيفاء، ابليس يحارب الانسان في كل شيء. لاحظ آدم وحواء كانوا في جنة عدن، كل شيء متوفر، كل شيء متاح لهم، وكانوا شبعانين. لاحظ دخل إبليس وجرب حواء، نفس الشيء سوى مع الرب يسوع المسيح اللي أخذ هيئة جسمنا، وهو جوعان صائم دخل وجربه وأعطى نفسه سلطان. قال الرب يسوع إن سجدت لي أعطيك كل ممالك. أنت الشيطان لا يملك شيء. أمين. الرب يقول لي الأرض وملؤها، فمن أنت لتوعد أنه تنطي للرب. داود كان يتمشى على سطح قصره وشاف الخطية وخطئ. فكل إنسان إن كان عايش بكوخ، إن كان عايش بقصر، إن كان إنسان متعبد، وإن كان إنسان بحاجة أو بغير حاجة، هو قابل أن يدخل تجربة. نعم. فكل إنسان يجب أن يكون محصن ضد أعمال إبليس. وأنا راح أقرأ عددين ثلاثة حول هالشيء اللي ذكرتي. يقول رسول بولس في رسالته إلى كورنثيس الثانية في الإصحاح العاشر، يقول لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. كل فكر يستأسر إلى طاعة المسيح، إذا إحنا نعرف شون نهجم وشون نقاوم يعني فكر إبليس. إبليس قال للحواء تكونون مشابهين لله، راح تكونون تعرفون الخير والشر. كل إنسان يحب أن يكون مشابه لله، وهي رغبة الله ومحبة الله أنه يكون إحنا مشابهين صورته. لكن إبليس أراد حواء أن تكون بقوة نفسها وبإرادتها هي وبقوتها، بأن تنكر الله وتنكر وصياته، وتكون هي إله نفسها، هي تقود نفسها، تكون هي المسيطرة والمهيمنة، وهي تكون الإله مكان الله. الله ما يريد، الله يريدنا بالتواضع، نكون مشابهين صورته بالمحبة وبحفظ وصاياه. أمين. هو إبليس شلون سقط؟ هو كان ملاك، تمام؟ الشيطان كان ملاك، لكن سقط بسبب الكبرياء. أراد يخلي العرش مالته أكثر من الرب. هذه الكبرياء مال حواء همينة، يعني بالسقوط مالتها أخذت هذه الكبرياء. نشوفها أنه من الله قابلها
ما اعترفت، ما قالت يا أنا أخطأت، ما قالت، رأسا ذبت اللوم على الثاني. ذبت اللوم على ثاني شيء، لكن العمل الفظيع اللي عملته حواء أنه جلبت على البشرية، جلبت الموت، جلبت الموت الجسدي، الموت الأدبي، جلبت الموت الأبدي، جلبت الموت الجسدي. ربي سبحانه قال منها تأكلها منها موتا تموتا، أجرة الخطية هي موت. الموت الأدبي قايل لما قتل أخوه قال اللي سقط على وجهه، ايش تجلب الخطيه؟ تجيب الفشل والخزي والعار على الانسان. نعم نعم، هاي الاشياء الادبيه نتائج الخطيه. الموت الابدي، الانسان اللي ما يقبل الرب يسوع المسيح، قال الرب يسوع المسيح اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه. يس، هاي فرصه اليوم متاحه امام كل انسان انه يقبل الرب يسوع، انه يسلم حياته للرب يسوع المسيح لينال الحياه الابديه. كل انسان يرحل عن هاي عن هذا العالم، يروح الى مصير مجهول، الى نار ابديه. ماكو رحمه، الرحمه في وقت الحاضر، تخلص الرحمه بعدين. أريد أتعلق على قبل شوية حكيتم اثنيناتكم على الشيطان يشكك الإنسان. يعني مع الأسف عن جد أقول بكل وجع وكل ألم، كثيرين اللي يدعون أنه هم مسيحيين يقولون أنه الله هو محبة، لا ممكن لله أنه يبعث إنسان اللي خلقه على شبهه للجهنم. إذا ننكر هذه الحقيقة لأي مسيحيين إحنا؟ يعني احنا ده نسلك مثل ما سلك الشيطان، ده يقول لا تموتون، يعني لن تموتا. سو هذول هم ده يقولون انه ماكو الله، اذا هو محبه شلون يبعث الناس للجهنم؟ يعني نفس المستوى صار مستوى ابليس، مع كل احترام يعني ما ده احط باحد، لكن لازم نفسر الكلمه من الكتاب المقدس مو من ذكائنا احنا. اخت نضال، الله محبه لكن اله قدوس. بالضبط. الله كله قداسة ولا يقبل الخطية ولا يستطيع أن يرى الخطية. نعم. ولا توجد مغفرة للخطية إلا بالدم الرب يسوع المسيح، اللي أشار له الكتاب أنه الله أحضر لآدم وحواء وستر خطيتهم. نعم. بأقمصة من جلد اللي تشير إلى دم الرب يسوع المسيح. فكل خطية لا تغطى إلا بالدم الرب يسوع المسيح، ولا تغفر إلا من خلاله. أكيد. أمين. أنا فد فشي دائما ننساه. نعم. ننسى مواعيد الله لنا. يعني حتى احنا كمثل المؤمنين بالرب يسوع المسيح، يعني هم معرضين للتجارب ومعرضين للعصيان ومعرضين لانه احنا كلتنا عندنا الطبيعه خاطئه مثل ما قلتي قبل شويه اخت نضال. بس احنا ايضا ننسى مواعيد الله لنا بالكتاب المقدس، من نجرب ومن يصير عندنا إحباط، ننسى أنه إحنا الرب قال أنه لن أتركك ولا يعني ما راح أخلي، أنه إحنا وعود الله لنا أنه ما راح يخلينا حتى وإن الأم تنسى رضيعها أنا لا أنساكم. يس. نعم. ف يعني وعود الله لنا أو أنه مو وحنا راح أقرأ بس عددين ثلاثة من رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول عدد 3 و4. كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. هاربين من الفساد الذي بالعالم للشهوة. ف يعني ما دام وعود الله لنا هي ثابتة وهي حقيقية، فنتمسك بها انه هو يكون معنا، ووعدنا انه راح يطلعنا من المشكلة، يطلعنا من المأزق. امين. اوكي، خلي يعني بس ولو سؤال، يعني سؤال واحد كان عندنا، بس ما أتصور عندنا يعني وقت حتى هسه يعني ناخذ اتصال آخر. بس خلي بس كل واحد دقيقة أوكي، بس دقيقة أو أقل من دقيقة، لأنه الوقت فات، حتى بس نختم البرنامج. تفضلي أخت نضال.
اوكي، الشيء اللي اريد اقوله للنساء اللي يسمعونا وحتى للرجال انه الكتاب المقدس يعلمنا ان لا تغيب الشمس على غيظكم. سو اذا مشاكل هي طبعا راح تصير بالعائله بالبيت، لكن المفروض انه نحلها قبل ما نروح ننام. والشيء الثاني اللي اريد اذكركم انه حواء عصت الرب عصيان، لكن احنا نعمل كثير كثير اشياء اكثر من العصيان. سو الرب يكون معنا حتى نتقوى بسلاح الله الكامل وبقوة الروح القدس حتى نستطيع ان نتغلب على ابليس. امين. سؤالي يكون للرب، من الرب انه يبارك الجميع، وانه انه كل انسان يسمعنا وكل شخص يسمعنا انه لا يقسي قلبه ولا يكون بعيد عن الله ولا يحاول انه ابليس يدخله من منفذ انه يبعده عن قراءة الكتاب المقدس وعن الصلاة وعن الشركة مع الاخوة. الرب يبارك الجميع. امين امين. والكتاب المقدس يقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يغفر لنا كل. فالرب انه حتى اذا خطأنا، حتى اذا وقعنا بالتجربة، حتى اذا فشلنا، بس ستيل هو موجود، هو وعوده انه يغفر لنا خطايانا. نعم. ويعني هاي الكل يخطئون، الكل اخطاوا وعوزهم مجد الله، لكن الرب يسوع المسيح اجى حتى ينطينا حياه، حتى يغفر لنا خطايانا، حتى ينطينا حياه، وحتى ينطينا حياه افضل. بس خلينا نعيش مع الرب يسوع المسيح، نتذكر مثل ما غفر هو خطايانا المفروض احنا همنا نغفر للاخرين. خلينا بهذا الروح. آمين. شكرا جزيلا أخت نضال، شكرا أخت أحلام. أحباء المشاهدين، شكرا على متابعتكم وشكرا على كل المداخلات، ولا تنسون غرفة الصلاة موجودة يوميا إذا تحب تخابر، إذا محتاج إلى صلاة، إذا تمر بأي مشكلة أو مأزق، الأرامية مفتوحة، مفتوحة الخطوط دائما أمامك بأي وقت خابر. بس أكو غرفة الصلاة من الساعة 5 أو 6 العصر إلى الساعة 12 بالليل مفتوحة دائما. الرب يبارك فيكم، شكرا على محبتكم وعلى دعمكم، وتصبحون على خير.